ياه، طب والله وحشتني مقابلات بره، فكرتني بأيام زمان. مع إنك كنت وحشني وكنت عايزة استفرج بيك، بس فكرة حلوة برضه. أما لقيت نفسي مخنوق شوية قلت يعني نغير جو ونشم هوا. طب والله كان قلبي حاسس يا حبيبي. مالك بس في إيه؟ أنا مراتك وسر، فضفض معايا جربني. لا ما أنا مش عايز أصدعك بمشاكل يعني، ملهاش لازمة. تصدقني أنا يا أمجد؟ هو إحنا متجوزين بس عشان نتبسط؟ أنا مراتك على الحلوة والمر. احكي لي بس ايه اللي مزعلك؟ اللي مزعلني انا زعلان من نفسي. حد يزعل من القمر ده؟ طب قول لي زعلان منه ليه؟ اقول لك الصراحه، اه انا حاسس بالذنب ناحيه مهله. ذنب ليه؟ احنا متجوزين مش ماشيين في الحرام، وبعدين انت استخدمت حقك الشرعي واتجوزتني، فين الذنب بقى في كده؟ الذنب ان انا ما بقتش ابطل كده. انا مش فاكر اخر مره قلت لها الصراحه امتى، وهي عيني بتحاول تعمل كل اللي تقدر عليه عشان بس ترضيني. حاسس ان انا واطي. انت بتكذب عليها بس عشان مش عايز تجرحها، بس لو عايز انك تقول انا مستعد اخد الحرب دي معاك للاخر. حرب ايه واقول لها ايه؟ نالا ما ينفعش تعرف اي حاجه، انسي. تشربي ايه؟ مش قلت انا اتغدى؟ لا لا اطلبي انت اكل، انا هشرب اي حاجه وراح اتغدى مع ليلى. انا حتى بنتي مقصر معاها. طب نطلب 2 ليمون عشان تروق دمك؟ فك بقى. 2 ليمون.